على أنغام الثورة ينطلق الفنانون في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية للتعبير عن واقع عراقي مؤلم ومستقبل يحلمون به مشرقا. بجهودهم التطوعية البسيطة حول هؤلاء الجدران الإسمنتية الصماء إلى لوحات تنبض بما يشعر به العراقيون في شوارع الثورة وساحاتها. لوحة معطية طبعاً تجسد الظلم والمعاناة من 2003 لحد الآن، بيها الفقر، بيها الجوع، بيها القتل، بيها يعني كل شيء. طبعاً الصور هي تحكي وتحكم. ولأن الثورة منذ يومها الأول كانت عراقية بكل ما تحمله الكلمة من حضارة وعز وكرامة، كان لابد للمرأة من دور يخلده الفن في صفحات التاريخ العراقي الحديث. طبعاً اليوم لاحظت الكثير من اللوحات اللي تنطي الدور المباشر والفعال للمرأة، مما تبين أنه المرأة هي نصف المجتمع. الصورة الحقيقية للمرأة من خلال اللوحة، الصورة الحقيقية للثورة، كل شخص يتظاهر بأسلوبه وطريقته الخاصة من خلال عمله، من خلال موهبته. وللفن دور المؤرخ لأحداث الثورات للتأكيد على سلمية الثوار ورقي أهدافهم الرامية إلى تحرير الوطن من كل نفوذ أجنبي. والفن دائما يعني يكون الفنان على قدر المسؤولية أنه يجسد حضارته، يجسد بيئته، يجسد مجتمعه والانتكاسات اللي تصير في المجتمع ضمن هاي. طبعا هو شهيد، يعني هو بحاله هو مخلد نفسه، احنا مجرد وصلنا رسالة أنه احنا صامدين بشهدائنا، صامدين بأفكارنا، والشهيد ما دام هو فكرة فما راح يموت أبد. قتل الزهور لن يؤخر الربيع، هكذا عبر فنان الثورة في الديوانية عن طموح أبناء العراق وتطلعهم نحو الحرية وإنهاء الفساد والطائفية.